استنى ان شاء الله بحول الله المهرجان رجع في الدوره ديالو حضوريه بمصاحب محمد السادس والشركاء المؤسساتيين اللي دائما كيكونوا حاضرين معنا في هذا المهرجان. هذه السنه هذه اختينا واحد طابع جديد في المهرجان اللي هو اكاديمي، كذلك اشتغلنا على كل ما يتعلق بالامور ديال الندوات، كاين الندوات الوطنيه والندوات الدوليه. وعندنا مكرمين هذه السنه اللي ناقشوا في هذه الندوه الصحفيه، كذلك هذه السنه هذه اللي بغينا نشتغلوا عليه اللي هي واحد الواقع الافتراضي او الميتافيرس، هو جميع عروض الافلام المشاركه هذه السنه هذه. اللي ما يقدرش انه يحضر في المسرح محمد السادس او لا في عروض الافلام يقدر يتبعهم في الواقع الافتراضي اللي هي الميتافيرس، اللي هي واحد الحاجه جديده اللي كتشتغل عليها جمعيه رساله الفن هذه السنه هذه. هذه السنه كما كان عندكم عفوا في البلاغ الصحفي، عندنا 12 فيلم مشارك هذه السنه، ما كاين فيلم أستراليا، فرنسا، مصر، المغرب، من تونس، يعني كاين افلام مشاركه من عده دول، سواء عربيه سواء اوروبيه سواء، يعني افلام اللي اختيناهم هذه السنه هذه هو الذي تباروا على ستة الجوائز اللي هي جائزه الكبرى احسن، جائزه الكبرى لجنه التحكيم، احسن اخراج، احسن سيناريو، احسن ممثل، احسن ممثله. وهاد السنه هذه ان شاء الله بحول الله الاشتغال ديالنا كما كتعرفوا هو بشراكه مع شعبه الاعلام والتواصل بجامعه محمد الاول، اللي بغينا ان الشباب ديال مدينه وجده والطلبه ديال الشعبه انهم يستافدوا واحد العده ديال الساعات اللي تقريبا ما بين 9 ديال 10 الساعات في 4 ديال الورشات التكوينيه اللي غادي ياثرهم انيس الاسود المخرج التونسي في ورشه الاخراج. كذلك عندنا في الكتابه الفيلميه مع سيناريست عمر جدلي، معنا كذلك الياس سحياوي في المونتاج والتوضيب سواء من ناحيه الافلام القصيره او لا في الروبوتاجات او لا الوثائقيات ديال الصحافه. معنا ورشه الرابعه مونتاج، قلنا مونتاج، قلنا الاخراج، وقلنا كاين اداره الممثل مع الممثل محمد نعيمان. وكاين في البرنامج كما كو عارفين لاسوسياسيون ميساج داخ ديما كتعتمد على الورشات قبل الحفل الافتتاحي. علاش؟ حنا ما كنبغيوش في المهرجان ان كلشي يتجمع في المهرجان. الا درنا الافتتاح مثلا في لو 23 مثلا في 23 نوفمبر غادي يكون واحد الساعات قليله ديال المهرجان. الوغ الجمعيه عطات اسبوع ديال العمل من تقريبا من الحد حتى للسبت، من الدوره الصحفيه اليوم الى غايه السبت، باش ان جميع يعني الفئات اللي في مدينه وجده تستافد. الجهه الشرقيه ديالنا متعطشه لهذه الامور، خصوصا اللي كنقولوا السيما ديال الهوات، يعني كنعطيو الفرص الشباب باش يتلاقاو مع المخرجين سواء كيكونوا مخرجين من المغرب او لا خارج المغرب، خصوصا ان المهرجان كما كنتو عرفتو كان وطني ودابا ولا دولي، كنحاولوا نعتمدوا حتى على المؤطرين وعلى المخرجين على كاملين، كنحاولوا يكون واحد التوازن ما بين المحلي وما بين الوطني وما بين الدولي. وحاجه مهمه هذه السنه هذه اعتمد على جوج ديال الندوات، كاين الندوه الدوليه اللي العنوه ديالها نحو تدويل افلام الهوات، اللي غادي نبارطاجيو مع هاد المؤطرين وهاد المسيرين ديال الندوه المحاضرين كيفاش ان الافلام الهوات اولا الوثائقيين اولا الروبورتاجات الصحفيه اولا كيفاش انهم يشاركوا في المهرجانات الدوليه، كيفاش هما المعايير باش ان هاد المحتوى كيما نقول محتوى رقمي، يعني سواء يعني جميع الاصناف ديالو كيفاش انهم يشاركوا في على المستوى الدولي. وكاين واحد الندوه اللي هي ندوه وطنيه، هاد الندوه الوطنيه اللي حاولنا تكون واقع سنين الهوات في المغرب، اللي تعالج واحد الموضوع مهم مع اساتذه كبار، مع منتج رشيد الشيخ، مع استاذ من الجامعه، مع يعني مع ممثل محمد نعيمان، يعني هاد الممثلين كيفاش سيما الهوات كيفاش الواقع ديالها في سيما، كاينه ارضيه كما عندكم في الدوسي دو بريس، كيفاش غادي نعالجوا هاد الامور. والاجمل هاد السنه هادي هو تكريم، يعني هاد التكريم او لا هاد الاصدار اللي يكون هاد السنه للجمعيه خدمت عليه سنين، هو تكريم خاص
الراحل المخرج جمال الدين تخيسي اللي هو ولد ابن منطقة. صدرنا له 500 كتاب اللي فيه شهادات ديال المخرجين ديال الأساسدة ديال أي واحد تعاون معاه أو أي واحد كان معاه. بغينا هذا الكتاب هذا اللي هو إصدار ديال جمال الدين تخيسي، وهذا يكون عنده واحد توقيع الكتاب اللي يعني الكاتب ديالو أحمد جلماسي اللي يكون في مصحف محمد السادس على حسب البرنامج اللي عندنا تمايا. الحقيقة أنا أول مرة بكون بويتا، لكن المغرب أكثر من مرة، فاحنا لفينا المغرب من شرق الغربة لمروها ومن شمال لجنوبها، والحمد لله أول مرة بكون بوجدة، وأنا من سعيد جدا إنه أكون أشارك في يعني في هذه الدورة المهرجان الهوات. والحقيقة هو أنا حسب ما شفت الأفلام وطلعت على بعض الأمور، هي الأفلام يعني في كثير محترفين برضو فيها، حتى إنه الهوات هو الاسم المهرجان، ولكن المهرجان اللي شايفه أنا أو بالمتابعة له من خلال الدورات الماضية حتى هذه الدورة، فهو بدأ يتجه إلى الاحتراف والاحتراف الدولي، وإن شاء الله تعالى إحنا عندنا الندوة الدولية، هنتكلم عن دولية الأفلام الهواة، هنتكلم عن صناعة السينما وعن كيفية الوصول إلى المهرجانات الدولية الخارجية خارج المغرب، يعني الدولية حتى في المغرب في دولية، لكن المقصود فيها هي خارج المغرب سواء العربية أو الأوروبية. يعني هذا كل شيء لحد الآن أنا يعني بالنسبة كلجنة التحكيم وكالندوة الدولية اللي حكون مشارك فيها إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى نتمنى لكم أن تستمتعوا معنا في هذه الأيام الموجودة بالأفلام، واستمتع باللقاء الفنانين، أي سؤال طبعا أنا بتكلم من زملائي، يعني إحنا إضافة للإخراج السينمائي أنا تخصصي الإخراج السيناريو والإخراج، ولكن برضو عملت في المجال الإعلام أكثر من 15 سنة مع أكثر من قناة، منها الجزيرة ومنها فلسطين والقدس القنوات الفلسطينية معظمها، إضافة إلى بعض القنوات الأوروبية. فإحنا يعني أنتوا زملاء، صحيح الأعمار تتفاوت، ولكن مرحبا بكم وإن شاء الله تعالى يعني تستمتعوا معنا. شكرا لكم جميعا. هاد السنة هذه كنا فتحنا الإعلان على المسابقة الرسمية في المهرجان، تقريبا حسب البروتوكول المركز السينمائي اللي هو شريك رسمي للمهرجان خص على الأقل واحد ثلاثة شهور ولا أربع شهور على الحدث. استقبلنا تقريبا ما يقارب 105-106 فيلم على المستوى الدولي، المعايير اللي اخترت بها 12 الفيلم هي على شكل التالي، يعني المعايير الأساسية جودة الصوت جودة الصورة، هادو معايير أساسية بحكم أن المهرجان كينظم في واحد المسرح جميل اللي هو المسرح محمد السادس، يعني شحال ما كان الجودة ديال الصوت مزيانة وشحال ما كان الجودة ديال الصورة مزيانة، صاحب الفيلم ما غاديش يضيع لحقاش إلا جبنا شي فيلم مصور بواحد الكاليتي ناقصة في البروجيكسيون ديالو في المسرح تلقاها بيكسليزي، يعني تلقاها الجودة ديال مشات. بالنسبة للمعايير الأخرى اللي هي القصة، ما تكونش يعني كتقيس شي أمر اللي سواء في المغرب أو خارج المغرب، لأن كل نحترموا جميع البلدان في العالم باش ما تكونش شي قصة اللي كتقيس شي شخص. ثانيا واللي هي أهم حاجة، كتعالج شي موضوع. وأخيرا ما تكونش هاد الإنتاجات هي عندها شركة الإنتاج، انها تكون هاويه لحقاش. دابا شوف باش نكونوا واضحين، جميع الافلام يعني قد يكونوا افلام احترافيه ولكن في الاوراق غير احترافيه، وحنا هادشي اللي باغين، ان الافلام تكون احترافيه ولكن بلا شركه الانتاج، لحقاش اصلا المهرجان معمول للهوات، يعني هادو هما المعايير. لحقاش 103 ولا 105 الافلام، كاين بعض المهرجانات اللي في اوروبا
تيقول لك حنا راه عندنا شركه الانتاج وكنقبلوهم. حنا لا، حنا خصنا نعطيو الفرصه داك الشاب او داك المخرج جميع البلدان العالميه انه يكون حاضر معنا في وجده، وبغينا يشوف ان كاين واحد المهرجان اللي كاين واحد التبالي ديال الهوات فقط. لاقاش علاش حنا المهرجان عنده واحد كيما نقولوا واحد الترتيب ديالو، كما كو عارفين الدوره الاولى كانت ملتقى، الدوره الثانيه الملتقى فيه 3 ايام، الدوره الثانيه مهرجان وطني، الدوره الخامسه انتقال من المهرجان الوطني الى المهرجان الدولي للفيلم هوات، على اساس ان شاء الله في الدورات السابقه يعني الدورات القادمه عفوا غادي قدو يكون المهرجان ما يبقاش عنده فقط الصيف الهوات، قد يكون عنده الصيف الهوات والصيف الاحترافي. هاد الامور هادي كتعلق باش كتعلق حنا كلجنه وكلجنه منظمه وكاداره المهرجان شباب، يعني قادر نوقعوا في اخطاء، اخطاء سواء في التنظيم سواء مع المشاركين سواء مع الشركاء سواء مع الصحافه سواء، يعني هاد الاخطاء اللي كنوقعوا فيهم خصنا كل عام نتعلموا واحد الحاجه اللي كنقدوا حنا. مثلا نقولوا هاد السنه اللي اخطانا انه يكون مهرجان جبنا واحد الفيلم اللي هو فيلم احترافي ما خصناش نخطئوا، هادشي كنوقعوا لنا السنوات السابقه. لهذا الخطه ديال المهرجان بغينا ان شاء الله بحول الله في السنوات القادمه انه يكون المهرجان لما لا يكون عندنا جوج ديال الاصناف، الصيف الدولي والصيف الصيف الاحترافي والصيف الهوات في المجال ديال الافلام القصيره. هذه خطه كنخدمي عليها ان شاء الله بحول الله باش تخرج الارض الوجود، قدرت تكون في الدوره رقم 10 قدرت تكون في الدوره رقم 9، يعني هذا الشيء على حسب الامور المتعلقه باش بالمدينه. لاقاش صعيب صعيب كثير ان تلقى شركاء في هذه المدينه، وحنا بغينا نديرو المجهود ديالنا ان كاين الشباب اللي كيجيبو كيديروا الترويج للسياحه بطريقه مباشره ماشي غير مباشره. اللي كنقولوا مثلا ان المسرح محمد السادس في افتتاح في 23 وغادي يجيك 1000 واحد، راه كاين اللي غادي يجي في الطاكسي وكاين اللي غادي يجي في غادي ياكل كران وكاين اللي غادي كذا. يعني بغينا نبينوا ان مدينه وجده وجهه شرقيه ان المهرجانات كيساهموا في الترويج الاقتصادي وفي الترويج السياحي للمدينه. لهذا السؤال ديالك سي يحيى حول الافلام، يعني تقريبا سميتو بالنسبه للجوائز جواب سي الجوائز تاع المهرجان ان شاء الله بحول الله كما هضرنا كاين جائزه الكبرى، كاين احسن جائزه الكبرى، جائزه لجنه التحكيم، احسن اخراج، احسن سيناريو، احسن ممثل، واحسن ممثله. كيكون واحد الجوائز اللي كتعني على اللجنه هي جائزه تنويه خاص، احسن مثلا تصوير، هذو جوائز ما كنقدوش نحكموا عليهم. يقدر مثلا شي جائزه تكون خاصه، ولكن الجوائز الرئيسيه اللي متفق عليها مع المركز السينمائي المغربي هما 6 جوائز. الى حدود الساعه مدينه وجده تعاني واقصاء الشباب في الدعم المهرجانات الشبابيه والمهرجانات اولا الانشطه الشبابيه. كتلقى مثلا كتحط طوسي على 50 بارتنير كيجاوبك 3، على عكس الرباط كازا فاس. انه ممكن تدارك فيه انه احسن تغطيه اعلاميه لها جائزه، وهي الموضوع المهرجان الاعلاميه معنويه وبيفرحوا فيها طبعا، نحن كنا بنفرح فيها لانه الاعلام هو الاساس في اي عمل، ليس المهرجان. التغطيه الاعلاميه في المهرجانات في المواقع كلها، في الحروب، في السلم، في المهرجانات، في كل شيء. فاحنا لازم نكون الاعلاميين ان دور انا بتكلم كاعلامي انا، وانت طبعا اعلامي معروف يعني، فبرضه هذا اقتراح جميل جدا.